معنا سي زبير التركي رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد. سي زبير أهلا وسهلا بك، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة إكسبريس FM ومرحبا بضيوفكم. شكرا على قبول الدعوة سي زبير. على إتاحة الفرصة. سي زبير، نحكيه على موظفة في وزارة الفلاحة هي مبلغة على الفساد، قدمت كل الأدلة والإثباتات، قدمت كل ما هو لازم لإثبات الحالة هذه، شنو صار لها الموظفة هذه؟ هو لما حال الحقيقة هو عينة بركة هذه كمبلغة، وكما كنت قبليك نسمع فيكم تحكيه من المؤسف ومن المخجل. أكثر ناس تعرض للتنكيل وللهرس لهم المبلغات من صنف النساء، سواء في الإعلام ولا غير الإعلام الحقيقة. وفرما معناها حسب نشوفه تنامي ظاهرة سجن النساء لأبسط الأشياء. هذه حاجة. في موضوع الحال، هي موظفة الحقيقة في وزارة الفلاحة، تحديدا في المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس تحت إشراف وزارة الفلاحة. الموضوع هذا هو قديم جديد من 2017 إلى يوم الناس هذا، تعاني المبلغة من أبشع أنواع الهرسلة والتنكيل. أنا باش نلخصها في كلمتين. المرأة هذه بغت على حاجتين، بلغت على تحرش من قبل المدير بإحدى الطالبات. اثنين، هي قالت لك أنا عبارة بناتي هذاك، مشات بلغت المديرة، المديرة لمت الموضوع، حبت تعمل مع الشنتاج وكذا في مقابل تسكر الموضوع. الأخرى شدت صيح المبلغ، قالت لك هذاك مقام بناتي نبلغ عليها. هذه واحدة. كمل زيد تبلغ على ملف تلاعب المال العام والمتمثل في اختفاء أو بيع وصولات الأكل متاع الودادية. لما حال ودادية بارئة في الأمور هذه، أما اللي عليهم شبهة التورط، ونكون كان راو نقولوا شبهة احتراما في المؤسسة القضائية حتى لا نختصب صلاحياتها، ولكن الموضوع تجاوز الشبهة، أصبح دليل قطعي. الناس اللي عليهم شبهة هي عونة أبري ومعها زوز مديرية بالتستر بطبيعة الحال. العونة هذه وقع تكريمها، رقاوها دون موجب حق بتعلة ضرورة العمل، مع تمكينها من عدة امتيازات، وهذا ناسها نقطة استفهام. المبلغة وبالرغم راه ما خذوش فيها حتى إجراء، حتى مجرد استزواج. سي زبير بركة باش نفهم، سي زبير بعد إذنك باش نفهم، العونة اللي قاعدة تحكي عليها هي المتهمة ببيع وصول الأكل لتيكي غيستو اللي تم ترقيتها تقصد؟ اي العونة. اي نعم ايوه، بالدليل نحكيه، ولا منظمة وعملنا عمل تقصي واستوفينا كل شيء، حتى لدارة ثم مؤسسة البحث العالي الفلاحي اللي تحت إشراف وزارة الفلاحي اللي تشرف على جميع المدارس، معترفين بالشيء هذا، لكن حتى حد ما ينجم يحرك ساكنا، لأنه هذه شبكة أبرام مستانسين ولا شنين قصتهم. العازل أقوى من سيده، بالرغم عنا أكثر من مراسلة من المدرسة من المؤسسة هذه تقول ترجعوا المرأة المبلغة للمكتب متاعها في نفس الخطة هي الأرشيف، ما حبوش. أشياء عملوا الناس هذوما، فكلها بيروها، طيشوا الأرشيف في أكياس تحت الإدارة، نحاولها كل شيء خلاوها ما غير بيرو، قعدت تعمل في بونتاج ما عنديش مرأة مش تقعد. كاتبنا الوزراء الثلاثة الدولة على وزارة الفلاحة، هذا هو السابق والأسبق، وحتى حد ما تحرك. جميع المديرين العامين بوزارة الفلاحة اجتمعنا معهم وعطيناهم الملفات، وحتى حد ما اقدر باش يتحرك. قالوا لنا قلنا لهم وعلمناها المرأة هذه راهي ما عنديش بيرو، راهي تصح وتروح على مسؤوليتكم، عطيوها رجعوها لبيروها. نعلمها معلمة يفيد، ولكن لا حياة لمن تنادي. اجتمعت مؤخرا مع السيد رئيس ديوان وزير الفلاحة في أكثر من مناسبة في موضوع الحال. على ما يبدو وعدني باش يعطي الملف للسيد الوزير، ما عطاوش، ما فهمتش علاش. وعدني باش يحل الملف، ما حلوش، ما فهمتش علاش. وعدني قلت البارح برق، قال لي تمشي تخدم باش تاخذ بيروها إلى آخره، مشينا نشوفوا نلقاها ونحاوها البيرو، طيشوها خرجوها من الإدارة جملة وتفصيلا، هزوها آخر الإدارة في بلاصة اقتل اذبح تصب اعمل اش تحب ما يشوفك حتى حد. وهنا نقطة استفهام، او السؤال الذي يطرح نفسه، وصلنا اعطيناهم كتابين مراسلة، قلنا المرأة هذه
إذا ارتكبت جرما في حق مؤسستها تفضل أعطيهم. طيب نحن نأخذ فيها إجراء على الادعاء بالباطل، لكن ثبت بما لا يدعو مجال للشك والريبة وأنها جماعة متورطين في التلاعب بوصولات الأكل، خذوهم الله أعلم بعام استعملوهم هما ما نعرفوش، وما حب حتى حد يحل الملف هذا. اليوم كي هزيناها كي قال رئيس الديوان بره الزور تمشي تخدم تاخذ بيرو، عطاوها نفس بيرو واحد يخو ما لقاوش بيرو وما عطاوهاش مفتاح، مشات دبرت كرسي باش تقعد من الصباح المراه مطيشه غادي اليوم هذايا ومعناها ما فماش بيرو وخرجوها من الاداره جمله واحده. وكان سي زبير، سي زبير، سفيان سفيان بن حميده يتوجه لك بسؤال. تفضل. لي مرحبا بيه. يعيشك. ال ال توا انت تحكي على معناها تاريخ الحكايه بدات عام 2017 معناها من تاريخ اصدار قانون مكافحه الفساد. اي نعم، قانون العدد 10. ايوه العدد 10 لسنه 2017 اللي فيه الفصل الثالث الكل يعني ب حمايه المبلغين، اي من الفصل 19 وما يليه. المشكل وين هو؟ المشكل هو انه احنا عملنا قانون خرق العادة لمكافحة الفساد ولحماية المبلغين، اما بعد ش عملنا؟ مشينا حلينا الهيئة المعنية بمكافحة الفساد وما انشأناش هيئة بديلة لها، ومن بعد تقريبا ما انسيناه القانون عدد 10 سنة 17 ومحمينا حتى مبلغ. والحالة متاع الموظفة هذه هي حالة من جملة حالات عديدة. أنا بعد ابنك سوفيا كان عندك سؤال لأنه حبيت نسأل. هذا الكل، هذا الكل في إطار خطاب سياسي رئاسي يركز على القضاء على الفساد، قضاء على الفساد وحرب تحرير من الفساد والمفسدين. السؤال هو انه في عطلة توجهه يقول الفرنساوي ادفو ميو سادريسي او بون ديو كاسيسان، لماذا لا تتوجهون مباشرة الى رئيس الجمهورية؟ اي ما فكيت لي الكلمة، خليني ما نفش نجاوبك، مازال عندي منقوبة بطبيعة الحال. اي وعطيك الصحة سي سفيان استاذنا. شوف سيدي خويا، سيد رئيس الجمهورية قال سنحاسبهم. أولا إجا نبداو علاش الحكومة وحتى وزير ما تحرك ولا مش يتحرك وزير، لا هذا ولا اللي قبلهم ولا اللي جايين، علاش؟ باش نعطيك أنا زوز ثغرات قانونية في الدستور 22 اللي هي ابدا بالدستور من الديباجة إلى آخر فصل هو 142 فصل، ما تلقاش ولا كلمة واحدة تقول على مكافحة الفساد. اثنين، ألغى هاي باب كامل يتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الدستور، وهو ضربا للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد لسنة 2008 التي نشرت بالرائد الرسمي التونسي. ثلاثة، ألغى بابا كاملا يتعلق بهيئة النفاذ إلى المعلومة، جعلها في فصيل مش فصل، وهذا إشارة حتى وزير هم يسمعوا فيا مع احترامي لهم بطبيعة الحال الموضوع مش شخصي، اعطيني شكون الوزير اللي ما اجتمعتش معاه واللي ما عطيتوش ملفات واللي وعدني بفتح ملفات، خاصة وخاصة وخاصة سيدة وزيرة العدل اللي تقول لي جيب لي توكيرا وتسينياتير نتاعي تو يتحركوا، خاطر انا عندي سؤال من الجمهور. سي زبير المعلومة بالفايدة بربي. باهي تفضل. سامحني يا تفضل. خاطر القلب معبي والمبالغين خمسه موتة، ما نعرفش قداش سيد الجمهوريه يحبهم يموتوا من واحد، قداش باش يموت من مبلغه ومبلغه باش يتحركوا. قلت لي انت سنحاسبهم، انا ناكد لك لو كان تتحل باب المحاسبه سيد رئيس الجمهوريه مع احترامنا ليك، ناكد لك جماعه كاكل المشتر نتاعهم يدخلوا الحبس اقل ما يمكن. تفعيل فصل 32 مجلة جزائية باب التستر والمسامة الجنائية، وتكون عقوبة الشريك نفس العقوبة المقررة الفاعل الأصلي. 98 ملف نعطيهم السيدة وزيرة العدل بما فيهم ثلاثة من أخطر ملفات تأمن قومي،
وقالت معادتي باش تعمل لي موعد مع السيد رئيس الجمهوريه، لانه كان يحلم يقلب بين موازين القوى السياسيه تاع تونس. باهي سي زبير. عامين ما فماش ريحتهم. سي زبير. جاوبنا سامحني في الاخر جاوبنا قال لك حفاظا، اسمع لي اسمع اكيد تبين، حفاظا على سلامه المشتكى بهم ما نجمش نعطيكم الملفات. معقول؟ اما المبالغين شكاره والبحر. صوتك وسلسل زبير. يجاوبك على ما تنفذ معلومة أو يحل ملف أو يقف مع ملف مبلغ ولا يرجع مبلغ. شكرا لك سي زبير التركي رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد. صوتك وصل بالطبيعة، إذا كان فما حق الرد في هذا الموضوع كل من تم ذكره سواء بالاسم أو بالصفة ينجم يطلب حق الرد وقانونا له ذلك. شكرا مرة أخرى لسي زبير التركي رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد. بعد لحظات قراءة في أخبار النشرة المفصلة للأخبار، نشرة جينا مع 6:30.